يا تفضلي بهاي مكان، تفضلي عمرو. يا هلا والله، يا هلا. أنا اسمي خنة، مندوبة شركة كل شيء عندنا للاستيراد والتصدير. أنا ارتحت لك وايد. هي صدق اسمها كل شيء عندنا، بس مو كل شيء عندنا، في شيء عندنا وشيء ما عندنا. هلا هلا بريحة خنة، هلا بيك هلا. يا خنة الصدقين صار لي سنين أتمنى أتعامل مع هالشركة طول الليل، وأنا أهادم بالشركة دي. كل شيء عندنا، المدام وأنا راجل أهادم كل شيء عندنا. تقول يا الثلاجة خالي ما فيه شيء، أقول لا، هذه اسم الشركة، أنا أحب الشركة وأنت محبوبة يا خنة. على فكرة بالنسبة للأشياء اللي عندنا أشياء وايد هلوة. عندنا أنا جبت أينات ملابس نسائية، عندنا عطورات، عندنا بستق، عندنا فلفل، عندنا كل شيء. لا تكملين، كل اللي عندكم في المخزن باشتريه وحاضر. دمك وايد خفيف. هاي بس حلو. اللي يشوفك يا خنة ما يصير دمه خفيف. بالنسبة لأسعارنا، تفضل أنا أقول لك أسعارنا. لا تتكلمين في الأسعار، المبلغ اللي عجبك قوليه وأنا وقع وحاضر. أنا وايد أشكرك على هالثقة. اي بعد بس حلو. انا اللي اشكرك على هالفرصه الطيبه اللي خلتني اتعرف عليك. وانا